حكم تغميض العينين في الصلاة شيخ الكريم، لأنه أدعى للخشوع والإنسان إذا كان الإنسان لا يخشى إلا بإغماض عينيه فلا حرج في ذلك. الإمام ابن القيم ذكر هذا في زاد المعاد، أن الإنسان إذا كان يعني هناك مناظر تشوش عليه ويغمض عينيه ويجد في نفسه أو يجد السكون في هذا الأمر والخشوع في هذا الأمر فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وحديث كراهة تغميض العينين ضعيف، أكرمك الله شيخ الكريم.